توفي الفنان الكوميدي السعودي الشعبي صالح الزراق عن عمر ناهز 70 عاما في مستشفى الملك فهد بعد معاناة مع المرض، حسب ما أوردته صحيفة سبق اليوم الثلاثاء. ونعى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر الفنان الراحل، حيث قال أحد المغردين في مقطع فيديو نشره على تويتر: تأكدت وفاة نجم الكوميديا صالح الزراق، الله يغفر له ويرحمه، أنا الآن أمام بيته، توفي في مستشفى الملك فهد عصر اليوم. وأضاف: كان يعاني من مشاكل في المعدة والجهاز الهضمي ووصل إلى ضيق التنفس، ومن يومين دخل المستشفى، والله يغفر له ويرحمه. وقال الدكتور سعود المصيبيح: رحم الله صالح الزراق وأسكنوا فسيح جناته وعظم الله أجركم، فقد رحل صاحب القلب الطيب، صديق الجميع، والذي كان حضوره في أي مجلس كفيلا بتحويله إلى بهجة وسعادة، كان صديقا للجميع، ومنهم أخي العزيز سلمان، حيث يحضر في اجتماعاتنا الأسرية ويسعدنا، وكان آخر لقاء في رحلة برية قبل أشهر. كما قال أحد المغردين أن وفاة نجم الكوميديا الكبير صالح الزراق كانت عصر اليوم، سائلا الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته. ودعت السعودية اليوم الثلاثاء الكوميديان المعروف صالح الزراق بعد رحلة طويلة عرف السعوديون أبرز محطاتها في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت وسائل التسلية والترفية وبرامج ومشاهد الضحك محدودة للغاية. ويصنف صالح الزراق ضمن فناني سرد الحكايات الطريفة والنكات في المجالس الشعبية التي كانت تجتذب كثيرا من الباحثين عن المرح قبل ظهور القنوات الفضائية، ومن ثم انتشار شبكة الانترنت وأخيرا مواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت خيارات بلا حدود للتسلية. ففي تسعينيات القرن الماضي لمع نجم صالح الزراق في المجالس التي كان يرتديها في العاصمة الرياض، حيث ينصت الجميع لنكات وحكايات طريفة متجددة على الدوام، قبل أن يصبح أحد نجوم أشرطة الفيديو التي كانت وسيلة مشاهدة شهيرة في تلك الفترة، إذ انتشرت أشرطة فيديو لحكايات صالح الزراق على مستوى واسع في المملكة العربية السعودية، وتمكن مواطنوه في العديد من مناطق المملكة من مشاهدة حكاياته ونكاته الطريفة مع انتشار أجهزة الفيديو في منازل السعوديين. وعلى مستوى الرياض تطور الحال مع صالح الزراق وأصبح ضيفا تزدحم لديه الدعوات لحضور المجالس والمناسبات الاجتماعية ليضف عليها جو من الضحك بعد أن زاع صيت نكاته، ويتناقل بعضها كثير من السعوديين الذين عاشوا فترة شهرة مجالس صالح الزراق. وكانت لتجربة صالح الزراق مع الكوميديا الشعبية بدايات مع عالم الانترنت، عندما انتشرت في بداية الألفية مقاطع فيديو له في المنتديات التي كانت أشبه بمواقع التواصل الاجتماعي الحالية، إلا إنها كانت محدودة الجمهور بسبب عدم توفر شبكة الانترنت على نطاق واسع إنزاك، ومن ثم اختفاء تلك المنتديات فيما بعد. كما ظهر الكوميدياني السعودي في العام 2011 في تجربة تلفزيونية عبر قناة خليجية التابعة لشبكة روتانا، إذ كان أحد الضيوف الدائمين لبرنامجها الكوميدي ابتسامات، لكن تلك التجربة لم تمتد لفترة طويلة، ولم يظهر صالح الزراق بعدها في برامج أخرى. وبدأت شهرة صالح الزراق تخبو رويدا رويدا مع توفر بدائل حديثة وفرتها التقنية الحديثة، ولم ينجح الكوميديان السعودي الشعبي
في التأقلم معها فيما يبدو ليغيب اسمه عن الساحة الإعلامية وتظهر مقاطع فيديو له بشكل محدود في مواقع التواصل الاجتماعي.